في آخر أسئلته يقول فضيلة الشيخ: أفتانا شيخ في بلدنا بأن السجود على اليدين أولا قبل الركبتين، وقال هناك حديث فهمه معظم العلماء مقلوبا، فهل قوله صحيح؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم من المحدثين وغيرهم، والأمر فيها واسع والحمد لله. فإذا كان الإنسان يحتاج إلى وضع يديه قبل ركبتيه لكبر سن أو لمرض أو لضعف فلا بأس بذلك، وإن كان قويا فالأفضل أن يضع ركبتيه قبل يديه، هذا هو الأفضل. نعم.